السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. عيدكم مبارك سعيد، الله يدخل علينا وعليكم بالصحة والسلامة، الله يرفع علينا هذا الوباء يا رب. نتمنى تكونوا بألف خير، ومرحبا بكم في قناة دليلة كويزين مع وصفة جديدة وفيديو جديد. وصفة اليوم هي كتف الغنمي. غادي نشرملو ونطيبو في الفران ديال الزنقة مع أطباق مرافقة. غادي يكون الطبق الأول هو بريواس بالخضرة والشامبينيون، والطبق الثاني هو البقولة أو الخبيزة. نخليكم مع المقادير. بالنسبة للمقادير غادي نحتاجو كسف ديال الغنمي، هو ده أنا قطعتو باش نغلف عليه. غادي نحتاجو بصلة محكوكة. بالنسبة للعطرية غادي نحتاجو التومة، هنا عندي تقريبا شي 8 ديال دروج ديال التومة قطعت منهم وشي لاخر حكيتو. عندي الخرقوم شي معلقة، نص معلقة صغيرة ولا على حسب الرغبة. عندي معلقة صغيرة ديال الملحة، عندي معلقة صغيرة ديال المروزية، معلقة صغيرة ديال السكينجبير، معلقة كبيرة ديال القزبر، معها شوية ديال ماشي شوية، معلقة صغيرة ديال الكمون، معلقة صغيرة ديال الأبزار، ومعلقة صغيرة ديال السمن الحار. هنا عندي شوية ديال الزبدة، شي معلقة كبيرة. هنا عندي زعفران حر، خلطته شويه ديال الماء طيب يعني خليته مرطب. عندي قزبر ومعدنوس فرومين وزيت الزيت الروميه. هذو هما المقادير اللي غنحتاجهم. على بركه الله هنا غادي نخلطوا دوك العطريه ديالنا. ندير هنا بعد البصله، خلطو مزيان. الريسه ما تكونش حاره بزاف، المهم تكون محمضه باش كتطيق ديك الحموضه ديالها، ما كتكونش حاره و الملوحه ديالها كتكون تجي بنينه فيها. نزيدو ديك معلقه ديال السمن. السمن على حسب اللي بغى يدير، معلقه كبيره يديرها، اللي تياكل زعما السمن مزيان ماشي مشكل يدير معلقه كبيره، انا اكتفيت بمعلقه صغيره. صافي دابا غادي نبدا نشرمل داك الكتف باش يشرب العطريه، واللي عنده الوقت يخليه كامله، اللي ما عندوش على الاقل يخليه ساعتين مرقد عاد يطيبو. هنا غادي نشدو غنبقاو نثقبوه. نسكوه بعدا بهذا باش الطياب يدخل ليه مزيان. غادي نسكوه بهذا مزيان باش العطريه تدخل فيه تشرب. بداك اللي درت غادي ندخل فيهم الثومه، شربو مزيان وندخلو. شوف تشرمي دابا، عطيو العطرية مزيان، شرمولة ديالنا دابا عندنا تصاوبنا، غادي تهيدي.
هاد لا مارينات اللي صاوبنا غادي مزيان غادي ندخلوها في الكتف. شرب لينا هاد الشي ويجينا كيف ما بغينا. بالنسبة لي انا غادي نفرش ليه، مازال غنفرش ليه شوية البصلة، غادي نصيفطو للفران يتحمر. شي باش انتو غادي تشوفو من واحد الكبير. بحال هكا يتشرب مزيان، تخليهم مرقد واحد ساعتين على الاقل باش تشرب ديك العطريه ديالو، من بعد عاد نتلاقاو لباقي المقادير. غادي ندير هادو ديال الازير لتحت التعويدات، غادي نفرش البصله. من بعد درت لي هذيك العطريه نفس تقريبا، بقات لي واحد شويه ديال داك لا مارينات اللي درت اللحم، درتها ليها وزدت عليها شي شويه. وغادي نفرش هي الاولى اللحم، ها هو الكسل ديالنا دابا واجد. غادي نغطيه ببابي سلفوريزي و بابي ألومنيوم و نصيفطو للفران. بعد ما غطيت اللحم غادي نصيفطو للفران ونبدا نحضر البريوات بالخضره اللي غادي نرافقها باللحم، ومن موراها غادي نطيب وصفه البقوله حتى هي في طبق ثاني. بالنسبه للبريوات او السيجار ديال الخضره المرافقه للكتف ديالي، غادي نحتاج هنا حكيت قرعه خضراء جوج منهم، وخز وحده، وبطاطا يعني حكيتهم في الحكاكه الغليظه. ما هادو هنايا عندي شامبينيون ديال العلبه قطعته، غادي قطعته رقيق. غادي نحتاج معاه الابزار والملحه سكنجبير والثومه غبره والصوجه والزبده، وبالنسبه للفرماج حمر حتى الاخر حتى يطيب لنا طيب المقادير، عاد غنحكوه مع دابا. غادي نبداو على بركة الله نديرو المقلاة فوق البوطة، وغادي نديرو معاها الزبدة، وغادي الشامبينيون وديك العطرية اللي ذكرت كلها غادي نديروها بالترتيب. هنا العافية مهيلة، درت الزبدة ودرت الشامبينيون شوية، غادي نحرك شوية ونزيد العطرية. هذه الملحة، الإبزار، الجبير،
ونحركهم. غادي نضيف عليهم بودرة ديال الثوم، بودرة ديال الثوم، نضيف الصوجة، نخلط مزيان ونخليه هكا. نخلطو ونخليو يطيب. نحسو بالخضرة ديالنا طابت، عاد نحيدوه باش نضيفو ليه الفرماج. من بعد ما طابت الخضرة ديالي درت ليها الفرماج محكوك، وغادي نخلطو ونخليه تيبرد مزيان، نساجم مع بعضياتهم يعني باش يذوبنا داك الفرماج مع الخضرة. دابا الكشوة ديالنا واجدة، نخليوها تبرد شوية عاد نعمرو بيها البريوات ولا لي سيكار على حسب كل واحد شنو بغا يدير. البريوات ديالنا صغيورين، نبقاو نلوي فيهم نجمعو باش متخرجش لينا الحشوة من الجناب. شوية دقيق و الما نديرو باش نسودو بيهم البريوات ديالنا. ها البريوة ديالنا واجدة، نعاود معاكم واحدة أخرى. دير شوية حشوة، قرب شوية هنا، حاجة أخرى كنديرو بالكيكو باش كنجمعو. إلا محتاجو ندخلو لداخل يعني عامل برا قضية تانية. وهكذا تنكمل باقي الحشوة ديالي والورقة اللي عندي، نتلاقاو من بعد. بالنسبة للطبق المرافق هنا عندي البقولة، البقولة ديجا مبخرة مع التومة والربيع والحامض يعني طابت مبخرة معاها، وهنا في المقلاة درت زيت العود، وبالنسبة للعطرية درت الكمون، معلقة صغيرة، معلقة صغيرة ديال التحميرة، الملح شي نص معلقة، والثومة درت شي ثلاثة ثومات آخرين درتهم، والقزبر ومعدنوس. غادي نديرهم شوية في الكربوطة يتشحروا، من بعد غنضيف ليهم البقولة ديالي تشحر معاهم تاني. وهذا في الكربوطة يتشحر شوية غنضيف عليها البقولة. هنا غادي نضيف البقولة غير مع الفلفل، ونحركوها ونخليوها تطيب. نسيت ما ذكرتش لكم الزيتون، راه زدتو مع البقولة هو فريز ديال الحامض مسير. المهم دابا ها هو الطبق ديالنا هو وجد، نتلاقاو ان شاء الله في التقديم. اللحم ديالنا هو جا من الفران، كنحيد ليه الكابي ديالو اللي كنت غلفت بيه. وهذا الله يعطيه الصحة، محمر مزيان ومعلك يعطيه الصحة. المهم نتلاقى في طبق التقديم. طبق اليوم ها هو واجد، رافقته بسلطة بالخضر متنوعة، وبطبق البقولة والبريوات بالخضرة اللي صيبنا جميع. نتمنى يعجبكم وتجربوه، بما أننا في أيام العيد واللحم متوفر عندنا، علاش لا ما نجربوش. ما تنسوش تابونوا في القناة وتفعلوا تفعلوا زر الجرس باش يوصلكم كل جديد.
ديروا لايك وبارتاج مع احبابكم وصحابكم، والى فيديو جديد ووصفة جديدة نخليكم في امان الله.